وأكد محافظ صلاح الدين خلال لقائه شيوخ ووجهاء عشائر ناحية الشيخ جميل أنه لن يقبل إهمال خدمة المواطن بأي طريقة كانت، وأنه حضر لمتابعة أوضاعها ميدانيا، موجها مدراء الدوائر الخدمية للحضور الفوري إلى الناحية ومتابعة الإخفاقات الحاصلة ومعالجتها بأسرع وقت. وأشار المحافظ إلى أن الخدمات الضعيفة سببها عدم وجود متابعة حقيقية من الجهات المسؤولة كلا ضمن اختصاصه. احنا ما نقبل باي حال من الاحوال انه يهمل خدمه المواطنين بهذه الطريقه. محطات تاخذ من النهر وتنطي مباشر للمواطنين مو صحيحه. لازم تثبت انها منطقه غير مخدومه وتصير لها محطه ماء وتصير على نهر وتصير اجراءات صحيحه، اما اهمالها بهذا الشكل فهو اهمال للمواطنين. فلذلك احنا شفنا الوضع مثل ما هو افضل حتى احنا نعرف نشخص. العناوين كبيره، الافعال صغيره. احنا مو جايين تنلزق، احنا لو نقدم خدمه حقيقيه للناس، لو ما نقدم ونقول احنا ما نقدر نقدم، اما نريد نضحك على الناس بعناوين كبيره وقضايا صغيره مو صحيحه، ولا اسمح بها ابدا اطلاقا، ما اسمح بها. لا المي هو صحيح، ولا المنتدى صحيح، ولا الشغل صحيح، ولا اكو الخدمات المقدمه لهذه المنطقه هي يعني خدمات جدا ضعيفه. والسبب الرئيسي انه ماكو متابعة.